أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في باب فرض طاعة الأئمة عليهم السلام من كتاب الكافي الشريف. الحديث 15 يرويه الكليني رضوان الله تعالى عليه بأسناده عن منصور ابن حازم، وهو من ثقات أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. يأتي منصور بن حازم إلى الإمام الصادق ويعرض عليه دينه، ويعرض عليه كيفية الاستدلال لما يعتقد به، حتى يرى أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هل يصوب كلامه أم لا، لأنه قد ذكرنا فيما مضى أن أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يتلقون علومهم عن الأئمة فيما يعتقدون، وكذلك في كيفية الاستدلال والبرهان، لأن أصحاب المذاهب الفاسدة أو الأديان الباطلة كل واحد يستدل لدينه أو لمذهبه بأدلة هي عادة أدلة باطلة أو تبتنى على مقدمات باطلة أو هي مغالطات. فكثير من الأحيان البرهان الحق يضيع بين سلسلة من الأدلة الباطلة والمغالطات التي هي أشبه بالسفسطة. وأحيانا الإنسان يتصور أن دليلا هو دليل صحيح، ولو أن المطلب الذي يريد أن يستدل له هو مطلب صحيح، لكن قد يكون البرهان الذي يتصور ذلك البرهان صحيحا يكون ذلك البرهان باطلا. أحيانا الإنسان يكون كلامه صحيح لكن يستدل بكلام صحيح على مطلب باطل، وأحيانا بالعكس يكون المطلب صحيح لكن البرهان باطل يحتاج إلى تعديل ذلك البرهان. مثلا الخوارج في خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وهو عمل باطل، استدلوا لذلك بآية قرآنية: الحكم لله لا لك يا علي. دليلهم: إن الحكم إلا لله، وهذه آية قرآنية. فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: كلمة حق يراد بها باطل. يعني الدليل هو آية قرآنية، لكن استدلوا بهذه الآية القرآنية على مطلب باطل. كيف؟ بتحريف معنى الآية. الآية تقول إن التشريع لله، التكوين لله سبحانه وتعالى، ولم تقل إن الأمر الله سبحانه وتعالى مباشرة يكون أمير على الناس. لا، الله خلق الإنسان مختارا، والناس يحتاجون إلى أمير منهم، لذا قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. هذا هو النظام الذي أراده الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، أنه لا تستقيم أمور الناس إلا بحاكم، فهذا الحاكم قد يكون حاكما عدلا نصبه الله سبحانه وتعالى، وقد يكون حاكما جائرا باطلا استولى على الناس. زين، استدلال بآية قرآنية على مطلب باطل. أحيانا المطلب صحيح، لكن يستدل لذلك المطلب الصحيح ببرهان باطل الذي هو ليس ببرهان، مغالطة. زين، احنا نعتقد بوجود الله، لازم دليلنا الذي نستدل به للآخرين يكون دليل صحيح، لأنه إذا كان الدليل باطلا راح يشكك الناس في أصل الحق الذي نعتقد به. نحن نعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، البرهان الذي نستدل به لذلك ينبغي أن يكون برهانا صحيحا في نفسه، تستدل لأمر هو الحق بدليل هو حق. لكن إذا استدللت بأمر هو حق بدليل باطل لا يدل على ذلك الأمر الحق في الواقع، أنت راح تضعف الحق اللي أنت عندك. ولذا في بعض الروايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام ينهون بعض الذين لا يعرفون الجدال عن الجدال، يقول أنت ما تعرف الجدال فتروح تستدل بأدلة ضعيفة أو باطلة، فالعامة يتصورون أنه أنت كلامك باطل. إذا أنت تعرف الاستدلال وإلك قوة بيان فأهلا وسهلا روح استدل، لكن إذا لا تعرف الاستدلال أو ما عندك قوة بيان، يعني بعض الأحيان الإنسان عنده مطلب حق لكن لا يتمكن من بيانه، وأنت لا تروح للمناظرة، غيرك خليه يروح للمناظرة. زين، منصور بن حازم يأتي للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الدين الذي يعتقد به، ويعرض عليه كيفية الاستدلال، يقول هكذا استدللت فهل دليلي صحيح؟ والإمام عليه الصلاة والسلام يصوبه في استدلاله. خلاصة الاستدلال أنه كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ نحن لا نعرف الله بتشبيهه بالمخلوقات، الله أجل من ذلك، الله ليس شبيها للمخلوقات، ليس كمثله شيء، فلا يصح أن يكون استدلالك لوجود الله سبحانه وتعالى أو لصفاته عبر تشبيهه بالمخلوقات، الله أجل من ذلك، هذا استدلال باطل أصلا، مغالطة، لا يوصلك إلى المطلب الحق. أنت إذا تريد تستدل لإثبات وجود الله ولإثبات صفات الله سبحانه وتعالى، عليك أن تستدل بالطريقة التي علمها الله سبحانه وتعالى، أو بالفطرة التي أعطاك إياها، أو بالعقل الذي أعطاك. لآيات لأولي الألباب، العقل الخالص من الشوائب. أحيانا مغالطات واحد يتصور أنها أدلة عقلية، تعقل وهو ليس بتعقل. العقل الخالص الذي عبر عنه في القرآن باللب، لآيات لأولي الألباب، العقل الخالص من الشوائب، مو استحسان، مو مغالطة، مو سفسطة، لا، العقل الخالص، هذا حجة لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى له حجتان، حجة ظاهرة هي الأنبياء، وحجة باطنة هو العقل. أنت تستدل عن طريق العقل لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، العقل الذي أعطاك الله إياه، أو بالفطرة التي ركبها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، أو عبر البراهين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، أو التي استدل بها الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام. أنت تعرف الله سبحانه وتعالى به لا بتشبيهه بالمخلوقات، لأنه ما هو كمال عندنا قد لا يكون كمال عند الله سبحانه وتعالى، وما هو نقص فينا قد لا يكون هو نقص في الله سبحانه وتعالى. التكبر نقص فينا، الإنسان إذا كان متكبرا فهذا نقص فيه، لكن التكبر في الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الجمال. نحن توجد عندنا صفات هي صفات كمال فينا لكنها نقص في الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج إلى خالق، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خالق. الحاجة في الله نقص والله منزه عن ذلك النقص، لكن حاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى شرف لنا وكمال فينا. كفى بي فخرا أن أكون لك عبدا. فإذن لا نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، التشبيه ممنوع. وقد ذكرنا فيما مضى من كتاب التوحيد إذا شفنا كلمة تطلق على الله سبحانه وتعالى وتطلق على غير الله فالحقيقة تختلف بين الله وبين غيره. مثلا كلمة الرحيم أطلقت على الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطلقت هذه الكلمة على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكلمة الرحيم أطلقت على الرسول صلى الله عليه وآله، لكن الرحيم في الله سبحانه وتعالى من حيث الحقيقة يختلف عن الرحيم في الرسول صلى الله عليه وآله اختلافا جوهريا. الإنسان يطلق عليه السميع ويطلق عليه البصير، وعلى الله سبحانه وتعالى يطلق السميع البصير، لكن السمع والبصر في الله يختلف عن السمع والبصر في المخلوق. المخلوق سميع بصير، يعني نحن نسمع بمعنى أن أمواج صوتية، هذه الأمواج الصوتية تتحرك وتصل إلى آذاننا بشكل ذبذبات، ثم عن طريق الآذان الجهاز اللي موجود في الأذن هذه تنتقل عبر شبكة الأعصاب إلى الدماغ فالإنسان يسمع الأصوات. لكن السميع في الله سبحانه وتعالى ليس بهذا المعنى أنه يدخله شيء، يعني الأمواج مثلا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. البصير عندنا بمعنى أن الأمواج الضوئية تصطدم بالأجسام ثم ترجع فتلتقطها العين وتحولها إلى ذبذبات، عن طريق شبكة الأعصاب تنتقل هذه الذبذبات إلى الدماغ فيرى الإنسان الأشياء. وليس البصير في الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، بمعنى أنه الذبذبات الضوئية تدخل في ذات الله سبحانه وتعالى، الله منزه عن ذلك. فمعنى سمعه وبصره علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات. وهكذا سائر الصفات التي تطلق على الله سبحانه وتعالى وتطلق علينا. مثلا الله عالم، نقول زيد عالم. العلم في الله يختلف حقيقته عن العلم في الإنسان، صحيح اللفظ واحد لكن الحقيقة تختلف، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن نحن لا نعرف الله سبحانه وتعالى عبر تشبيهه بالمخلوقات، نعرف الله سبحانه وتعالى به، يعني بما جعله فينا من العقل ومن الفطرة. بل الخلق يعرفون بالله. هذا الإنسان يدعي النبوة، هل هو نبي أو ليس بنبي؟ يعني في زمان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ظهر رجل هو مسيلمة ادعى النبوة فاشتهر بمسيلمة الكذاب، وقاتل المسلمون قومه وجماعته فقتل في حربه مع المسلمين. زين، أنت كيف تعرف أن محمدا صلى الله عليه وآله صادق وأن مسيلمة كاذب؟ بواسطة أن الله سبحانه وتعالى أظهر على يدي محمد صلى الله عليه وآله المعجزات. فعندما الإنسان كان يلتقي برسول الله محمد صلى الله عليه وآله يعلم بأنه نبي ويلتقي بمسيلمة يعلم بأنه كذاب. هسه احنا في عصر متأخر لم نلتقي بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، لكن معجزته الخالدة هي القرآن موجودة بأيدينا. زين، هذه المعجزة الله سبحانه وتعالى أنزلها على الرسول، وحتى المعارز التي ظهرت على يد الأنبياء الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدرهم على ذلك. يعني حينما عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص وينبئ بما يدخرون في بيوتهم، إلى سائر معاجزه التي نطقت بها الآيات والروايات. هذه كانت بإذن الله، يعني الله سبحانه وتعالى حباه هذه القدرة ليبين صدقه للناس حتى يميز الناس بين الصادق والكاذب. فإذن الخلق يعرفون بالله. زين، هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ منصور ابن حازم يعرض هذا الكلام على الإمام الصادق، الإمام قال صدقت، أي صحيح. الله أجل من أن يعرف بخلقه، بل الخلق يعرفون بالله. زين، إحنا الآن علمنا بأن الله سبحانه وتعالى موجود، يجب أن نعرف صفات الله سبحانه وتعالى، لا أقل بعض الصفات. لا يكفي أن تعلم بوجود الله، هذا جزء. الجزء الآخر أن تعتقد بصفاته الأساسية، أقلا تعتقد بعلمه، بقدرته، بأن له رضا وسخط. الله سبحانه وتعالى يرضى ويسخط ولا يرضى لعباده الكفر. أن سخط الله عليهم لقد رضي الله عن المؤمنين. الله سبحانه وتعالى له رضا وسخط، هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. من كمال معرفة الله أن تعرف صفات الله سبحانه وتعالى الثبوتية التي هي صفات الجمال، أنه عالم قادر حي مريد متكلم راحم رحيم ودود، سواء من صفات الذات أو صفات الفعل، هذه صفات الجمال. وكذلك تعلم أن الله سبحانه وتعالى يجل عن النقائص. الله ليس بجسم، ليس بمركب، ليس بمرئي، لا محل له لأنه خالق المكان، وليس المكان يحتوي الله سبحانه وتعالى. هذا من كمال معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. زين، أنا الذي اعتقدت بأن الله موجود، يجب علي أن أعتقد بأن لله سبحانه وتعالى رضا وسخط. الله لم يخلق الخلق عبثا وتركهم هكذا، لا، الله سبحانه وتعالى أراد لهم الخير ولم يرد لهم الشر. زين، موجودات غير مكلفة لا عقل لها، الله سبحانه وتعالى ألهمها الغريزة التي غرزها فيها، فهي تسير على حسب هذه الغرائز الموجودة فيها. لكن الإنسان الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يكون الإنسان مختارا. زين، شنو الصح شنو المو صح؟ أحيانا بعقله الإنسان يعرف، بفطرته يعرف، لكن كثير من الأمور لا يعرفها بعقله ولا بفطرته، لأن العقل يحتاج إلى علم، العلم مع العقل. إذا أعقل العقلاء لا علم له قد لا يتصرف تصرفا صحيحا، يحتاج إلى علم. هذا العلم الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى مسائل الشريعة أنزلها للناس على الأنبياء بوحي مباشر، الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم. هسه طرق الوحي مختلفة، إما يكلمه الله سبحانه وتعالى أو يلهمه أو يرسل ملك له أو يريه في المنام، هذه طرق الوحي. زين إذا هو الإنسان مو نبي ما له قابلية لتلقي الوحي بشكل مباشر، الله سبحانه وتعالى عبر الرسول يوصل له الأحكام. إن نحن الآن لسنا بأنبياء والله سبحانه وتعالى لم يوحي إلينا مباشرة، لكنه أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله، والرسول محمد بيّن لنا. يعني القرآن الذي بأيدينا هو وحي الله سبحانه وتعالى، أرسله أنزله إلينا عبر رسوله محمد صلى الله عليه وآله. فإذا من كمال معرفة الله أن تعرف أن لله رضا وسخط، لم يخلق الأمور الكون عبثا، لم يخلق الإنسان لعبا، كلا وحاشا، الله سبحانه وتعالى أجل من ذلك، يحب بعض الأمور ويبغض بعض الأمور. ما هي تلك الأمور؟ الله سبحانه وتعالى بيّنها لنا عبر الوحي المباشر على الأنبياء، ومن الأنبياء إلى غيرهم بيّن الأنبياء وبلغوا ما أراده الله سبحانه وتعالى. زين إذا علمت ذلك، زين من هو النبي؟ لازم تروح تطلبه، لازم تروح تحقق حتى يتبين لك الصادق عن الكاذب، لأنه ما أكثر أدعياء النبوة المتنبين كذبا وزورا. والله سبحانه وتعالى أتم الحجة بأن جعل علائم للنبي الصادق من المتنبي الكاذب عبر المعاجز. زين إذا هذا النبي بلغ عن الله سبحانه وتعالى لازم تطيعه، وإلا إذا الطاعة إذا لم تكن واجبة إرسال الرسول يكون لغو. لازم تطيعه حتى تصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى وتتجنب عن غضبه. هل هذا الكلام صحيح لو لا؟ يعرض هذا الكلام على الإمام الصادق، الإمام يقول نعم، قال بلى. زين الرسول محمد صلى الله عليه وآله اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره. من هو الحجة بعد الرسول؟ اللي يفصل النزاع، يفصل الخلاف. يقول ناقشت مع بعض العامة قالوا القرآن، زين لكن أنت عندما تجي إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يحتاج إلى مفسر، يحتاج إلى مبين. نفس القرآن يصرح بذلك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن فيه متشابهات، هو القرآن يصرح هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن القرآن الكريم فيه متشابهات. بعدين أنت الآن عملا تشوف هاي الفرق الإسلامية الكثيرة اللي الآن موجودة أو التي انقرضت، هي فرقة واحدة هي الفرقة الناجية. بقية الفرق حسب الحديث المعروف عن الرسول صلى الله عليه وآله في النار لأنها فرق ضالة. إذا تراجع جميع الفرق يستدلون بالقرآن الكريم. الفرقة الناجية تستدل بالقرآن الكريم استدلالا صحيحا، أما الفرق المنحرفة تستدل بالقرآن استدلالا باطلا. ذكرنا الخوارج في حربهم مع أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام رفعوا بوجهه آية قرآنية حتى قال كلمة حق يراد بها باطل. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حينما أرسل ابن عباس إلى الخوارج لكي يحاجهم فقال له لا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه. تقول ويقولون، أنت تستدل بالآية المحكمة، هو يقول لا هاي آية متشابهة، يستدل بالآية المتشابهة. القرآن لوحده لا يرفع الخلاف. مقولة حسبنا كتاب الله هذه تخالف القرآن وتخالف كلام الرسول صلى الله عليه وآله، ولذا الرسول صلى الله عليه وآله وصى بالثقلين، إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. حتى في بعض الأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله قال لا أقول هكذا، يعني جمع بين سبابته والوسطى. ليش؟ لأن الوسطى أطول من السبابة، بل هكذا يعني متساويان، جمع بين السبابتين. فإذن إذا أنت تقول بعد الرسول الحجة هو القرآن، نقول إن القرآن يستدل به، يخاصم به المرجئي والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به. وأحيانا تشوف هذا المستدل منطيق يغلب بخصومته الرجال، يقول فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، يعني من يقوم بأمر القرآن تفسيرا وتأويلا وتوضيحا وبيانا وتطبيقا للمصادق. زين منو ذاك؟ قال ذول اللي دا يناقشهم. منو ذاك؟ قالوا ابن مسعود. زين منصور بن حازم يقول قلت لهم ابن مسعود يعلم القرآن كله، كل القرآن، الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه وكذا، كله يعلمه؟ قالوا لا. زين تعال لفلان، قالوا عمر يعلم القرآن، حذيفة يعلم القرآن. قلت لهم عمر يعلم القرآن كله؟ زين لعد شنو ذيك المرة الذي قام على المنبر كما ترويه العامة أيضا ومنع عن الإرث، عن المهر الزائد، فقامت امرأة وقرأت له آية من القرآن، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار جلد ثور مليء بالذهب والمجوهرات، أنت ما لك حق تحدد المهر، والقرآن الكريم لم يحدده، بل بين أنه إذا كان المهر قنطار يجب أن تسلمه للمرأة لأنها بالزواج والدخول حق له المهر كله، وبالزواج وحده بدون دخول حق له لها نصف المهر حسب القرآن الكريم. فماذا قال عمر؟ قال كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال. وكذلك حذيفة يعلم كل القرآن؟ أكو واحد ادعي له أنه يعلم كل القرآن؟ ماكو أحد إلا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، لذلك هو الأعلم كان، لذلك الرسول قال أقضاكم علي، لذلك قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. بعد الرسول صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب كان يعلم كل الكتاب، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ما قال علم من الكتاب، علم الكتاب. هذا هو الشاهد. من هو هذا الشاهد؟ علماء اليهود والنصارى هؤلاء ليس لهم علم الكتاب كله كله. عاصف بن برخية وصي سليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان له علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا وصي سليمان. أما بالنسبة إلى علي بن أبي طالب الآية تقول ومن عنده علم الكتاب، فإذا لم يدعى لأحد أنه كان يعلم الكتاب كله إلا الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فإذا غير علي بن أبي طالب بالإجماع لم يعلم علم الكتاب كله، وثبت بالدليل العقلي والنقلي أنه بعد الرسول صلى الله عليه وآله الحجة مستمرة. فبهذا الدليل العقلي والنقلي نجمع كلمات الرسول والآيات القرآنية وأن الرسول خلف الثقلين كتاب الله وعترته أهل بيته، نعلم بأن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هو حجة الله بعد الرسول. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ التفضيل في القرآن بالعلم المقرون بالتقوى. الله فضل آدم على الملائكة وأمرهم بأن يسجدوا له لأنه علمه وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلى آخر الآيات المباركات. تفضيل آدم على الملائكة كان بالعلم المقرون بالتقوى. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله سبحانه وتعالى رجح الذين يعلمون على الذين لا يعلمون، فإذا الأفضل هو الأعلم الأتقى، والأعلم الأتقى بعد الرسول صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب باتفاق روايات الفريقين، فيكون هو الأفضل. وهذا الأمر ثبت أيضا تاريخيا، ماكو آية من القرآن سئل عنها علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إلا أجاب. أما غير علي بن أبي طالب سئلوا عن آيات لم يتمكنوا من الجواب أو أفتوا خلاف الآية فذكروا بذلك أو لم يذكروا بذلك. فإذا هو قيم القرآن، يعني الذي يقوم بأمر القرآن تفسيرا وتأويلا، وبنص حديث الثقلين لا ينفصل عن القرآن وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فيكون هو حجة الله على الخلق. زين، هذا الاستدلال صحيح لو لا يعرض على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول له صدقت. ثم بعد ذلك منصور بن حازم يذكر الأئمة واحدا واحدا لأنهم حجج الله إلى أن يصل إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الذي كان إمام زمانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للمعرفة الصحيحة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.